ديمير، انت بتحب افلام التحقيق؟ انت شو عم تقول؟ بعدين ليش تركتني بالاسعاف لحالي؟ لوين رحت؟ ما شفتك بالاسعاف. ما جاوبتني. بحبها بس شو لها علاقة؟ شو خطر على بالك؟ بدي شرح جثة الخالة دودو واعرف شو سبب الموت، بس الاستاذ تانجو والاستاذ فارمان ما عم يسمحوا لي. انا لازم لاقي شي حدا من عائلة الخالة دودو مشان اقدر شرح الجثة، بس ما معها هوية ولا جزدان ولا حتى تليفون. طيب انا شو بقدر ساعدك؟ فكرت بهمك الموضوع لانك بتحب افلام التحقيق والغموض. ايه صح اخي، انا بحبها بس بحبها بالافلام مثل ما قلت لك قبل شوي. انا دكتور مو شرطي. بتحب ذكرك وانت كمان، تمام؟ خلينا نشوف حالة الاستاذ فرمان، خلينا نحلها سوا. يلا. هاي الحالة مملة كتير، في حسب المرارة. والله ما هو حق. لحظة علي، اصحك تعمل شي مو منيح. أكيد ما شرحتها، ما هيك؟ لا ما شرحتها، أنا بس عم بعمل فحوصات، عم حاول أمسك طرف الخيط. ليك الخالة دودو عملت عملية ركبة بديلة، واضح إنه هي عملت العملية بعمر ال 30 سنة، يعني لو نقدر نلاقي رقمها التسلسلي وقتها بنعرف مين هي. إيه بالمناسبة تفرج، تعال. شايف؟ شو؟ اسنانها وضعهم سيء. خلينا نفترض انه هي المرة كانت مشردة، في بسنانها كتير تسوسات وحشوات وزرعات. ايه ديمير، يعني نحن من هون بنقدر نمسك طرف الخيط، ما هيك؟ ايه معك حق اخي، بنقدر نمسك الخيط. بس هذا الشيء كله ما له علاقة بموت المريضة بنوب. بتعرف هالشيء ما هيك؟ يعني انت عم تحاول تلهي حالك مشان ما تواجه ابوك، لأنه أنا عملت هالشي كمان. علي هاد مو حل يا أخي، أبوك هون، حتى لو ما حكيت معه هو رح يضل بالمشفى، لهيك بلا حجة التشريح. إيه؟ روح حاكي أبوك، هذا الحل الوحيد، ما في غيره. لا تواخذني. شوفي احكي اخي. ليش عم تسأل؟ انت بتحب التحقيق بالافلام وبس، ما بعتقد انه هالشي رح يهمك، بس عن جد الموضوع مهم كتير. مهم كتير. بعد هيك، يلا بعد، خليني اشوف. شو هاد؟ كأنه عصفور. ايه طائر الدودو هيك اسمه. هذا من فصيلة الحمام، انقرض بنهاية القرن السابع عشر، وهذا النوع ما بيقدر يطير. ايه شو رأيك؟ الموضوع صار ممتع كتير، ما هيك؟ اعترف بهالشي ديمير، لا تكذب علي، يلا اعترف بسرعة. يلا لشوف. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاختيارات لتكون أول من يشاهدها.